صباح الخير عن جديد وصبحيتنا بأحلى صباح بتتابع مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان تنوصل اليوم لفكر الديكور مع شربيل كرم. بونجور شربيل. بونجور جوزيف. كيفك اليوم؟ تمام. خبرنا شو الموضوع اليوم اللي بدنا نحكي اليوم عنه. عن الودينجز مثل ما كلنا بنعرف هلا بموسم الصيفية بدايته كلنا في عنا مناسبات أعراس وكلنا في كتير ناس بدهم يتجوزوا وعقبال العايزين وعقبالك كمان ميرسي نشوفك مجوز ميرسي ميرسي فكتير وخصوصا اليوم بعد الازمه بلبنان صاروا الاعراس اليوم او الاشخاص اللي عم بيحضروا اعراس ما بقى في 100 و200 شخص بيعزموا صار فيري ليميتد ماكسيموم 50 70 شخص سو ما بقى عم نحجز المطعم كله عم ينحجز سبيس معينه بالمطعم او عم بيتنقى مطاعم يكونوا صغيره او عم بيتاخد اوبن سبيسز وينعمل فيهم اعراس يكون فيها Let's say إذا عرس مدني عم هلا بلبنان ما بيكون في كتير عرس مدني ما في بعد عنا عرس مدنية actually بس في كتير لبناني عم بيسافروا لبرا يتجوزوا مدني وينزلوا يسجلوا سو كمان يلي عم بيسافر بيبقى عتلين هم شو المود شو الديكوريشن اللي بده يكون حاسبين حسابها اليوم بالفكرة وكمان للأشخاص اللي عم بيعملوا بالopen spaces كمان عاملين حساب بهذا الموضوع شربي اللي عم لاحظه يعني اكثر واكثر بالاعراس انه عم بجربوا يعملوا كونسبت جديد يعني كل كابل بجربوا يحطوا شوي هيك ايدنتيتي تبعهم بالعرس وبذات الوقت يعملوا شيء ما يكون كثير تراديشنال خلص زهقوا العالم من الاعراس التراديشنال اللي من وبلس ما بقى في هيدا البادجت يعني ما بقى في البادجت نزل لي من اول الكنيسه لاخر الكنيسه ورد من السقف لنكون صريحين يعني ما بقى فيهم العالم يتكلفوا هيدا الشيء وحتى صاير المايند سيت تبع الناس انه انا بدل ما ادفع كل هالبادجت على ليله وحده بحطها لشيء ثاني للبيت مزبوط يعني هذا هيدا التفكير مثل ما بيقولوا الجلامور والشو اوف اللبناني تغير المنتاليتي تبعه صار لا بنعمل شيء كونسبتشوال ينعمل للعرس تبعنا يطلع حلو ومرتب وبالعكس العالم صاروا بينبسطوا اكثر بالاعراس بينبسطوا وبضل عندهم ذكرى حلوة انه عرس اكس وعرس ايجراك كان كثير حلو ليه؟ لانه كان في كونسبت كان في شيء جديد هيدي دائما يعني بكل الاعراس بنشوفها بيقولوا لك حيلا شيء عملته شو ما عملت رح يضلوا يعلقوا المعازيم اكيد فاعمل شيء انت بتحبه اكيد شربيل يعني دائما في اشياء كمان بتضل من كل عرس لعرس في قصص بيزكس اكيد ما بتتغير البيزكس الورد الابيض يعني هول الاشياء اللي بنشوفها مش ضروري اليوم صار فينا نروح على قصص كولرفل واي نوت يعني صار فينا نروح على درايد بلانتس كمان واي نوت ما في شيء بيمنعنا ايه هول اللي كنا قبل ما كثير نشوفهم ما كنا نشوف رح نبلش نشوف الصور وناخذ صور كرمال نكون عم نفوت اكثر بهالعرس دائما باول العرس باي عرس باي ايفنت عم بينعمل شو اهم شيء اول شيء هي الفيرست امبريشن طيب كلنا بنضيع وبنصير انه نزلوا ورد وعملوا وشيلوا قد ايه الفكره حلوه هون من الفوتوشوت يلي بينعمل قبل العرس للكابلز معمولين هون at a very low budget منتطلع very simple الarrangements حتى بتطلع كتير هيك bohemian وcolorful وكتير joyful كتير simple ليك هون كمان معمول دي ميني زارك ومدهونين هلا بهيدي الكيس العالم بدهم يقولوا ايه انا بدي اتكلف بماتيريال واعمل ديزاينز ما بدها ما فيها بادجت ليه؟ لانه هاي يا اما بتنشرق يا اما بتنعمل من فلين اذا في بادجت شوي اكثر بتنعمل من خشب اتس فيري ايزي في اليوم او بيستاجرون او كمان هيدا اللي بدي اقوله اليوم في كثير ويدنج بلانرز فلوريست في كثير ناس حتى عندهم بروبس بياجرون للايفنتات وي كان راندوم وبيطلع الايفنت كثير حلو والصور بادجت الصور كمان يعني عم بتطلع بهيدي الصوره بالتحديد اذا 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 حدا عامل صوره على هالقد كبير شو بيرجع بيعمل فيهم بحطهم عنده بترجع بتاخذهم ذكرى لك انه لانه كثير حلوه ليتصوروا العالم بدل ما يتصوروا العالم ويكون الباك جراوند تبعهم ذا جرين وول فلاور وول شو ما كان معمول الكونسبت عم بيتصوروا في صور الكابلز اللي هن بدهم يتجوزوا مزبوط ومعروف عرس مين وكمان بالعرس هيك ما بينسوا بعد كم سنه هيدي الصوره بعرس مين يعني عم نشوف قصص كل حدا عم يعمل شيء بس هي الفكره واضحه ما بقى كثير بادجت يعني ما بقى عم ينكب البادجت على الورد مثل ما قبل كان الارانجمونات الكبار الدارجين كان كله ناتورال اليوم صار عم بينخلط درايد مع ناتشورال وبذات الوقت عم بينخلط ارتفيشال مع ناتشورال هلا هون بدك تقول لي هيدا هون اكيد فيها بادجت هيدي اكيد نكون صريحين فيها عم بتطلع لانه في شغل اكيد فيها بادجت اكيد حاطين الديت وحاطين اسامي ال بس اذا بتطلع بالعرس هيدا اتس فيري سمبل ما فيه شيء الا الاوت دور لانه اتس ان اوت دور سبيس سو البادجت معظمه محطوط على الانتري تبين مثل كتاب كمان وذاتس ات ايه وكتاب وكتبنا كتابنا وتجوزنا ومبروك هلا العالم عم تعمل هذا الشيء كرمال
تكون شوي مثل كورنر لتتصوروا انه فوتو كورنر ولا عم بتكون هيدي هي الثيم تبع العرس؟ هي عم بتكون الاثنين، عم بتكون الثيم تبع العرس لانه هي بتكون الويلكومينج مثل ما هون ومثل ما الصور اللي قبل، وبذات الوقت عم بتكون هي الثيم، هي كله اتس اول اباوت ذا ثيم، اتس اول اباوت ذا ديكوريشن. وحتى اذا بتطلع انه ما بالنهايه كل العالم بيتصوروا باول العرس مزبوط، وبوقت اللي بفوتوا لياخذوا الدرينكس قبل ما بلش نعرق ويبلشوا يتخربطوا، خليهم يتصوروا بصوره كثير حلوه يكون بعدنا مرتبين ومهضومين. وكمان شربل يعني العالم عم تفتش وين بدها تتصور، يعني كلنا بنعرف بالعرس، كلنا همنا بالعرس يلا وين بدنا نتصور، مزبطين حالنا لابسين تياب حلوين فعبالنا نكون عندنا هيك مطرح نتصور فيه. وكمان يعني عم نشوف انه الثيم بيلحق، يعني مثل هون مثلا بهيدي الصوره اتس فيري كولورفول، اسم العروس والعريس ورا وحوالين محطوط مكبوب فلاورز، وهول كلهم ارتفيشال اكيد، يعني بس طلع قد ايه المود مهضوم، قد ايه انت اذا جاي عرس لحالك حتتشجع تتصور وحتنبسط، وقد ايه العالم حيتذكروا انه بعرس هول الاشخاص شو كان حلو الديكور او شو كان حلو المود اللي عاملينه، في شيء جديد سو العالم بيتذكروا. هيدي للاشخاص اللي بياخذوا معهم عاده السنتر دو تابل، هون ما فيهم يقبعوا وردي ما بقى فيهم، ايه هيدي بالعراس انه اخر العرس بناخذ البوكي معنا بركه، بس هيدي بركه بيقولوا، ما بعرف هدول الترديشنز اللبنانيه انا هول ما كثير بعرفهم انه بناخذ هيك، وما هول كلهم ما بعرف اذا صحيحين. يعني بالنهايه اذا ورد وورد طبيعي سامحين للموضوع، اذا سامحين هلا ما بيسمحوا مستاجرين فازات واشياء بروبس حرام كمان، لا اكيد بدهم يرجعون. هلا هون عم نشوف كمان المينيماليستيك، فيري مينيمال بس فيري اليجنت ومودرن، اليجنت لانه الكراسي والطاوله والحيطان القناطر ذهبي صحيح، بس هن كلهم اوريدي موجودين، نحن بس زدنا شوي ورد. باي ذا واي رح اعطي تبس صغيره اليوم، حتى باي فانيو حدا عم بيستاجر بفانيو، كل فانيو بيكون عندها كراسي وطاولات وبروبس، سو خليني نبشوا بالفانيوز شو عندهم بروبس، وبعدين يقرروا هالكابلز اذا ما عجبون الماتيريالز الموجودين ساعتها يعني يستاجروا من برا، سو كمان ليوفروا عليهم بادجت، لانه الكراسي بيستاجروا بالبر بيس والتيبلز بير بيس، سو حرام. وبنشوف شربي للاهتمام كمان بيكون على الطاوله بحد ذاتها، ايه بس يعني حتى تطلع على الطاوله ما بقى عم بيكون فيها الجرانديوز بالفلاورز، ما بقى في هيدا الشيء بادجت وايز، ما بقى فيهم الاشخاص، وكمان بذات الوقت انه خلص خلينا نحط هالبادجت بدل ما يكون على العرق بالعرس وعلى طاوله العرس، ما همهم العالم الا ياكلوا وياخذوا درينك ويتسايروا مع بعض. هذا النقطه اللي بدي احكي عنها، اللي نتسير مع بعض، لانه اوقات كثير بنشوف سنتر دو تابل كثير كبير بتزعجنا او بتسكر الفيو، ما معود شايفين اللي بوجهنا، ولاقوا لها حل مع الوقت، صرنا نشوف فيه هيك شيء طويل وبتحط اكيد. باي ذا واي انا هيدي دائما بقولها بالارينجمنتس وقت اللي بده ينعمل، لازم يكون اذا بده ينحط سنتر دو تابل عالي بدها تكون فوق المتر، ليه؟ لنقدر بس نكون شخصين قاعدين ما تصير في بلوكاج بين بعض، سو هيدي بتخفف كثير، لانه بيكون في اوقات اشخاص بوجهك حدك ما بتحكي معهم من ورا هيدا الموضوع، ف مش ضروري احطهم مع بعض. لا لا بتحكي معه بس ما بتحكي معه بلحظتها، لانه في اوكي فكرت على اللبناني انه ما تحطوني مع بنحب الدراما شوي بلبنان بس مش هلا كلهم بلبنان هيك بس يجيهم الكارد انفيتاسيون بصير بيدقوا لاصحاب العرس ما تقعدوني مع اكس وايجريك. هون كمان عم نشوف الاوت دور ويدنج، اوت دور ويدنج اوكي، في بادجت على الفلاورز وكثير مرتبين، اتس ا ميكس اوف فلاورز، بس طلع الاوفرول كله كثير كثير مرتب، معمولين كل هدول من فليكس، بس حاطين الدعسه على الارض بيضة، ايه معموله كل حتى معموله هيدي اتس ديز كاستم ميد ديزاين، معموله اذا بتنتبه كمان متبع كل الديزاين تبع الفلاورز اللي معتمد بالباك جراوند تبع العرس. هون بادجت عم نحكي، بس هون في بادجت، بس كمان اتس بادجت، بس بذات الوقت ما في هيدا العرس اللي معودين عليه، اللي صحيح اتس ان اوت دور سبيس بس انحد لانه انعمل له باك جراوند، سو صار كله الديزاين ملقوط ببعضه وصار اتس ا كونسبت معمول. ما هو اذا عم نلاقي كمان زيت الشيء هون كمان نفس الشيء كثير حلو تطلع فيه، ما فيه بادجت عن جد، اي مين ات انه ما في بادجت بهيدا العرس، ليه؟ لانه كله اتس اباوت باك جراوند معمول مطبوعين وملزقين السترينجز ودي بتي بوكي دو فلور ومحطوطين، وصار في عندهم هيوج فوتو بوست اريا بيتصوروا عليها العالم، وحتى فيها تكون از دانس فلور يعني للستيج بالرأس. بتخيل كثير عالم رح تاخذ بوزات وتتصور عليها، بس كمان عم بنشوف يعني في اوقات اشياء موجوده بالفانيو فينا نزينها او فينا نغير فيها، ما ضروري نكون عم نجيب هول القطع الكبيره مثل هون،
عرس اتس ا كونتري ستايل. اذا حدا اليوم مستاجر بمطعم بالجبل سو طلع فيه للعرس مش محطوط شيء فيه، فيه الارانجمونات الجيكسو فيل بالنص. اذا بدك اللي نازل من السقف اكثر شيء والبراده الفلق ناديل هن الارابيسك هن هو اللي الاطيران بالعرس. سو سام تايمز ما بيكون البادجت للفلاورز، سام تايمز بيكون البادجت لشيء ثاني. هون دي بلانت سيش محطوطين، بس كمان عم نحكي عن الاليفيشن تبع السنتر بيس 100%. اثنين قاعدين مع حد بعضهم ما بيضايقوا، حتى ياس السنتر دو تابل هون وعلى علو تبعها انه بينعمل بينقصد ايام كثير، مش ايام دائما بينقصد، انه بس يكونوا حتى واقف الشخص ما ينعمل بلوكاج. حتى يعني انت قاعد وانت واقف ما ينعمل بلوكاج لتضلك قادر، خصوصا اول ما يفوتوا الاشخاص. اصلا تخيل هيك كلها على الطاوله بتاخذ محل كمان بدك في حدا يتصرف هون فيري مينيمال كثير هيك كثير كمان كونتري ستايل، بس كثير بتلبق للتام الياباني. وكثير الناس الاشخاص اليوم عم بيعملوا عراسهم عم بفضلوا عم بحبوا يعملوا ستيل يعني اليابانيز تيم. واي نوت اتس اور تراديشنز، الفنجين القهوه الترابيش هولي كلهم من الكلتشر تبعنا. حتى عم بيكون في الكادو دو روتور عم بيقدموا راحه وبسكوي والراس العبد، يعني هولي منهم براندز، فعم نقولهم هولي بيور اوثنتيك اللبنانيه والصابون الغار، وهولي عم بيكونوا هولي لكيكه ميني بوكس كادو دو روتور. وكثير حلو اليوم حتى بالاعراس بس يجي الواحد يكون في كادو دو روتور للاشخاص. يعني كمان كل واحد حسب البادجت تبعه انه ايه، يعني باشياء صغيره بيكون ايام ريجاردلس يعني الاسامي. فعم بيكون ايام اذا عاملين تام لبناء عم بيحطوا القصص اللي هيك اللي بيذكرونا بال90s التشوكلتس اللي كنا ناكلهم، عم بيجمعون مع بعضهم ميني تشوكلتس وينحطوا. كمان هون عم نروح على البوست مودرن ديزاين يلي هو الانترنس اللي هي اللي عم نحكي عنها، اللي كل واحد يكون لابس بده يعمل الكات ووك تبعه 100%. هون ما في عنا فلاورز، ما في عنا بس لكن لعبه الاضاءه قديش مهمه بهيدا الموضوع بالايفنت هيدا، وقد ايه هيك فيري اليجانت ولاشخاص كثير جن اكيد هيدا. كمان في ووك ثاني كنا عم نشوفه تحت الهواء، يعني كل واحد هو كمان شو عنده الفانيو كمان شو بيقدر يعمل فيه. صحيح. بس عندنا اهم شيء نركز على الكورنر لنتصور اهم شيء الصوره، لانه هيدي اهم هيدي الشيء الوحيد اليوم اللي بتضلها موجوده من العرس. وعم نشوف اوقات كمان المصور بيبرم بيصور صوره بيطبعها دغري بيكون صوره العروس والعريس اكيد كمان. ما كثير عم يهتموا فيها هيدي لانه همنا على سمارت فون ويتظبطوا الصور في ونزلها وما نزلها. اكيد يعني كل واحد حسب ذوقه بالنهايه، بس هيك اخذنا فكره عامه اليوم عن الويدنجز، وكمان اخذنا هيك اشياء كيف واحد في كل عفوا. بس في شغله، في زميل عنده الحلو على الاو تي في من كم يوم قرروا يجوزوه، فصاروا الاشخاص هيدا اللي يقدم اشتراك الموتور وبدله العروس وبدله العريس. نحن كمان يلا عبدو بدنا اياك تتجوز فيري سون، ونحن رح نقدم لك من عنا كمان العرس. سو عندك شريك من من احلى صباح حنقدمه من تلي ليبون العرس ومني كمان، فيلا بدنا نجوزه كمان، بدنا نشد ايده وانت كمان من بعده انت وبعدين برجع انا. خير ان شاء الله. اكيد بنرجع بنذكر كل العالم انه بالنهايه حسب البادجت حسب أكيد. شو بتحبوا بس يطلعوا عن القصص اللي هن تعودنا عليهم دائما. ما بقى في شيء تقليدي وما بقى تخافوا من حكي العالم، اعملوا اللي بيريحكم. اخر همكم انتم انبسطوا هيدي الليله لإلكم، رح تتذكروها كل عمركم، سو اعملوا شيء بيشبهكم. طيب على كل حال شربي الميرسي كثير لكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. نحن بنوصل هون لختام هيدي الفقره، ولكن بتكمل صبحيتنا بعد هذا الفاصل.